عندي بس جنيفا في منطقة تواري. أتون وصلنا ننتظر بس excuse me hello good afternoon ايوه قنصتها هذه شوفها قدام الموظف مسوي تسجيل وصول نرجع لكم بعد شوي شوف انت يا فردي تنام في الفردي وانا في الكينج خلاص يعني في هذا فندق جديد جنب مطار جنيف 9 كيلو قبل بزنس بارك نيو هوتيل سعره مناسب اللوبي حي عجبني اللوبي اسفل ان شاء الله بس نريح وننزل نعطيكم جوله اللي هو ايبس جنيفا وننزل ان شاء الله نصور لكم بعض اللقطات تحياتي لكم لورد